انبسطت فيك كتير كتير، والله العظيم يعني شاري في عيد بعد. ما تخافش يعني، كلنا هنا خواتك اخوانك يعني. اني والله ما تخافش من اي شيء، ومرحبا بك والله مليون. ومرحبا بك ده بالقحطاني ولا بالمصري؟ ايه محمد بالقحطاني. محمد اسلم يا مطهر، اسلم يا راجل، اسلم. براس عدا عمر ما بتردي عليهم ولا بتعوري دماغك. العتيبي والقحطاني خصم بطاطا. مش غنيش العبره في النهايه. الله عليك هي تمدح. اوه عاوز يشارك ام عمر. قلت العبره تعود. تفضل ام عمر. بس وضح انها جوله واحده ترى، مسموح جوله واحده. جوله واحده ام عمر. ماما تفضلنا بنبقى اخوات، وبنبقى يعني كلنا يعني بالتحدي، ولو فزنا فزنا بوجودكم، ولو خسرنا خسرنا بوجودكم كلها. انت عيان يا اخويا ولا لا؟ في جمله مفيده بس هي تطلع يا ام عمر. يوم الخميس ويوم اجازه عندنا، والله العظيم مبسوطين بام عمر. اه والله تمام برافو. وانت لازم تطبقي الحكم، واكلي بصله بكشورها. بيشرح يا دي مفيدة يا مرحب. الحكم ده جاي بقى نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولا الحكم ده جاي مني؟ أقول لك حاجة، لا من عندي أنا والنعمة بالله. بنت حدة، وهذه اللي أعطاك إياها نعمة. أنت تاكلين أصلا كل شيء ما شاء الله، خدودس ما شاء الله متنفخة، ولكن طبق الحكم. زي خدودك بس على رأيك. أنا خدودي رايحة كلها راحة. ترى تبي تقبس يا أبو نواف تدخل. صلي على النبي. صلي على النبي. خلاص اسمع اسمع. صلي على النبي. صلي على النبي. سعود سعود يا سعود. الله يخليكي. الله يخليكي. صلي على النبي. صلي على النبي. صلي على النبي. صلي على النبي يا ابن مدرب. صلي على النبي. صلي على النبي يا ابن مدرب. صلي على النبي. لا إله إلا الله. يا أم عمر. لا إله إلا الله. لا اله الا الله يا ام عمر. خلاص انا بنفذ. لا اله الا الله. انا بنفذ. صل على النبي يا ابن المدرسه. صل على النبي يا ام عمر. قل لا اله الا الله. يلا الله يحفظك يا ابن المدرسه. يا اخي سعود من قال ايه؟ المثل الذي ام عمر اللي ما طال العنب يا ام عمر. اللي ما طال العنب يا ام عمر. اللي ما طال العنب اقول لك حسب شكل ما تنكرش شكل وتكي شكل العنب. الله يحفظك روحي. الله يحفظك روحي. الذي لا يهاجم الشر